شو اليوم بتخبرنا عن براندو الشرق؟ بخبرك اني انا مبسوط كثير بهذا العمل المختلف اللي طبعا الاستاذ امين دره مثل اللعب على العود بهالمشروع وقدر يحقق لنا مشروع عالي مختلف امكانيات يعني متقدمه. طبعا الكابل اللي موجود وبقيه الممثلين يعني الاستاذ جورج والاستاذه امل وبقيه الممثلين عملوا شيء خاص جدا، وكل اللي ورا الكاميرا بالديكور بالموسيقى حقيقه كان عمل متكامل الحمد لله. الرهان على نجاح اي عمل شو بيكون؟ انا ما برهن على نجاح، انا بصراحه يعني نسعى للنجاح، نسعى طول الوقت للنجاح. شو اللي تميز بهذا العمل لحتى نقول انه هو حيتميز عن غيره على شان؟ عمل غير معاصر. غير معاصر؟ غير معاصر، عمل بحاكي زمن ماضي 30 سنة 35 سنة، حلم احد المخرجين او الممثلين وانتقاد لصناع الدراما بهالايام ومنهم نحن بطريقة ترتيب الاختيار الشخصيات، يعني عمل مميز.